اهلا وسهلا عودة من جديد. وصلت المواد معكم في الشارع التونسي، موادكم في الميكروت خطوات. لليوم مش نحكيو على علاقة التونسي بالكتاب، وتلحق بينا وعد سلمي. صباح النور وعد، اهلا وسهلا. صباح النور وسيمة، تحية ليك والكل اللي يسمعوا في الشارع التونسي وفي اكسبريس اف ام. العلاقة التونسي بالكتاب، باش نحكيو في الموضوع هذا باكثر التفاصيل مع ضيفنا سي الحبيب العرقوبي، ناطق رسمي ومكلف بالاعلام والاتصال باتحاد الناشرين التونسيين. صباح النور سي الحبيب، اهلا وسهلا. تحية ليك وتحية لأوفياءك المستمعين. مرحبا. وكل الشكر والتقدير لاختيارك هذا الموضوع. شكرا ليك. شكرا ليك سي الحبيب، يعطيك الصحة. أنت على قبول الدعوة للتدخل معنا، باش خليك الكلمة واحدة. باهي سي الحبيب العرقوبي، رحبوا بك مرة أخرى. احنا خذينا رأي التوانسة في الموضوع هذا وسألناهم، لأنهم عندهم علاقة ربما كبيرة بالقراءة، بالمطالعة، بالكتب. شوفوا شنو كان رأيهم ونرجعوا نعلقوا على الموضوع. المطالعة تعلمك انك تعبر، تعلمك انك تعرف تكتب، تعرف تفكر. تليفون يخليك انك تنسى حاجة اسمها كتاب، ما عادش تركز برشا. علاقة التونسي بالكتاب علاقة سطحية، معناها سورتو جينيراسيون تاع توا، معناها بعيدة ياسر على الكتب، خاطر عوضوها بالميديا وكل شيء. ساعات هكا يجذبني تيتخ تاع كتاب ولا نسمع على كتاب. قريت الكتب نحسها حاجة ريلاكسنج على الاخر، حاجة مش لازمني نعملها اما حاجة نحب نعملها. كي نمشي للمكتبات نشوف في برشا عباد جايين يشريوا في كتب، سواء بالعربي ولا بالانجلي. كيف كيف على انستغرام ولا على تيك توك نشوف في برشا توانسة قاعدين يهبطوا في فيديوهات، قاعدين يعطيوا في ريكومنديشنز. التونسي مازال يهتم بالكتاب، لابروف انه فما معارض تقام للكتاب، انه نشوفوا عليها ساعات الاقبال يبدا كبير. تونس من البلدان اللي مازال فيها انتاج ادبي ومعرفي. فما تونسة اللي ما تحبذش برشا انها تقرا، لكن اختاروا بديل انهم يسمعوا الكتاب في بودكاست، في اليوتيوب، يقراوا الفيرسيون بي دي اف. للأسف لا، كل أمانة معنا الكتب زاد بعيد كل البعد. التونسي على بقل نادر مغروم فقط بالفيسبوك. فما هي إحصائيات على التونسي يقرأ ولا ما يقرأش، مع كامل الأسف مع التونسي ما يقرأش. هي ديجا صارت اتيود قبل، قل لك مثلا احنا التونسي في العام ما يخلطش يقرا كتاب كامل، مالغري اللي احنا معناها عندنا دي ريفيرونس معروفين حتى كتوانسه، مش حتى كحاجه في العربيه وكل شيء. فما فئة معينة بتاع عبيد اللي مغرومة بالآداب وكل الناس تقرأ، معناها كتب. أنا نعرف برشا عبيد يقرأ وكتب. ديجا تخدم معايا واحدة كانت عاملة أوبجيكتيف في العام تقرأ 40 كتاب، وهي حل طيارة على الأخر. كل واحد يمشي لدار الثقافة يطالع برشا حاجات، ولات الفيسبوك أخذوا الإنترنت أخذت بلاصة الدنيا الكل. كيفاش نحبوا التونسي في الكتاب، وكيفاش نحبوه في انه يعاود يرجع يقرا، وانه يعاود يمشي للمكتبات، وانه يعاود ياخذ الكتاب ويشوف فيه جليس وانيس. نحاولوا انه نخلقوا مجتمع يحفز على انتاج المعرفه سواء باستهلاكها او بالكتاب. كان هذا راي توينسا. يرجع معنا سي الحبيب العرقوبي، الناطق الرسمي والمكلف بالاعلام والاتصال باتحاد الناشرين التونسيين. رحبوا بيك. اذا كنت تسمع في راي توينسا اللي ربما مختلفه، يعني الاراء نتاعهم. فما اللي يقول لك انا نقرا بصفه دوريه، فما اللي يقول لك تقريبا تونسي علاقته سطحيه بالكتاب والمطالعه. شنو تعليقك سي الحبيب؟ اهلا وسهلا بك مره اخرى، تحيه ليك وتحيه لمستمعي اكسبريس اف ام. صحيح نحن نشوف الآراء مختلفة، وإن كان أحيانا راهو ما يقال لا يطبق، على خاطر تشوف ساعات التونسي هكا يوصل قدام ميكرو ولا قدام أي سؤال يقول. ولكن احنا كمهنيين معناها كنشوفوا علاقة التونسي بالكتاب علاقة بعيدة كل البعد صراحة. معناها كان احنا قلنا واحد في أحد المستمعين ولا أحد الضيوف قال في الميكرو تروتوار، قال فما شكون عنده تقرا في 40 كتاب. هذه 40 كتاب تقراهم من فرقهم على حومه كامله، على حي كامل. كيف نلقاو احنا المعدل، ربما انا نقول المعدل احنا كان قبل السر ونصف في العام، انا نقول نصف سطر في العام بالنسبه للتونسي يقرا، على خاطر احنا كناشرين اذا كانوا وصلنا لمرحله انه الناشر يتبع 50 نسخه من الكتاب و25 طبعه رقميه، ما عادش نطبعوا الطباعة العادية، الطباعة العادية. ولكن أحيانا كيف نغامر بكتاب باش نطبعو، نمشيو للطبعة الرقمية معناها النيميريك، نطبعو بالـ25 بثلاثين نسخة
واحيانا معنا تقعد بالعام بس تباع معنا نجلسوا بها نبط بس نشوف هذيك الكتاب هذايا عنده سوق وعنده قبل وقتها نمشي للطباعة العادية رغم معنا نضحي انه يكون كتاب معناها نطبع طبعة رقمية ونضحي حتى انا ما نعملوش وما نعملوش بسعر غالي. وللاسف انه القراءة العلاقة التونسي بالكتاب علاقة بعيدة كل البعد. انا نقول الكتاب اصبح معناها قطاع منكوب للاسف هذه معناها كلمة حتى قالها وزير سابق وانا ناكدها انه قطاع منكوب ونشوفه معناها لانه اختر بالحق اختر دهمنا على خاطر تو كيف نقولوا اليوم نحلوا فيه وانتم بارك الله فيكم انكم معناها حتى وسائل الاعلام انه هكا بعد قداش معناها نلقى وسيله الاعلام مشكورين على كل انكم تتناولوا الموضوع كيف نري لانه موضوع حساس جدا ونشوفه احنا معناها تبقى ديما احنا حتى اخير الحقيقه نشكروا فيها رئيس الدولة اللي قال معناها يعتبر أنه ثقافة معناها وزارة ثقافة وزارة سيادة وتعتبر من الوزارات الهامة وهذا احنا شيء شرفنا ونشدوا على يديه ولكن لابد من التطبيق لأنه فعلا هي وزارة سيادة وثقافة هي سيدة معناها حتى حياة الإنسان احنا كيف قبلها نحكيه على كده نعتبره هو الغذاء الثاني عند الإنسان كما يتغذى كما يأكل بيشبع المعدن تاعو لازم يشبع فكره خاطر اذا كان غياب الكتاب وغياب الفكر غياب الثقافه ونشوف النتائج اليوم شوف النتائج قاعدين نشوفوا احنا في النتائج حتى قاعدين عايشينها في معناها ونشوفوا في نحسدوا في التواصل الاجتماعي شعطانا اخر مره في مواقع التواصل الاجتماعي ونشوفوا شبابنا ونشوفوا تلقى انسان معناها عنده شهاده كبرى طبيب ويخرج راسه من الشباك ويقول كلمه ما تحب تسمعها هذا في غياب الكتاب في غياب الثقافه لانه الزاد المعرفي والثقافي هو هذاك الزاد يخليك انت تتقن انك تتحدث مع الناس تتقن فن الخطابه تتقن معناها يعني انه تعرف على التعامل فن التعامل مع ما, 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 ما بيننا هذا هو اقل شيء نحب نقوله حتى للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا فرصه بربي هذه نقطه مهمه انه انا نقول الاولياء تويك اللي عندهم صغارهم كما يقوم في الصباح باش يلبس ولده ويفطره لازم يغذي له عقله مش بركه ياخذ له شويه العلم لا لازم يغذي له عقله بالمطالعه وبالثقافه على خاطر كيف يكبر له عقله حتى يقاوم الاستحواذ على العقل واضح. لأن احنا اليوم عندنا الاستحواذ على العقل باهي سي الحبيب انت قلت لنا ربما علاقه التونسي بالكتاب علاقه بعيده كل البعد والعلاقه سطحيه هل عندنا ارقام هل عندنا ربما في العام معناتها ارقام احصائيات التونسي انت قلت لنا نص سطر تقريبا في العام يعني هل هذه ارقام نجم نقولوا معناتها رسميه وفما احصائيات قديش من كتاب ربما تونسي يقرا في السنه في العام شوف انا ارقام رسميه ما عندناش الحقيقه نتاع ربي ولكن احنا ارقامنا هو احنا كمهنيين هو علاقتنا بالكتاب علاقة بيع علاقة البيع احنا كيف نعطف الكتاب معناها للأسف انه هو راهو وضع وواقع الكتاب هو راهو عالمي ماهوشي معناها ماهوشي ولكن تونس معناها عندها مرتبتين عندها تحتل المرتبة من المراتب الأولى اذا كان مش اذا كان مش الأولى الثانية افريقيا وعربيا في انتاج في الانتاج الفكري والادبي وفي النشر تونس معناها في الانتاج الادبي والفكري معناها عندنا اساتذة اكفاء عندنا معناها اقلام جاده عندنا ناشرين جادين عندنا جوده عندنا معناها انه شون تتشرف في المحافل الدوليه في 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 في, في مشاركتها في المعارض وفي نفس الوقت عندنا غياب القارئ التونسي غياب تام جدا تام معناها احنا هذايا شفناه سواء في المعارض اللي نعملها تنظم المعارض حتى في المعرض التونسي الدول الاخير الحقيقه انطرب ما كانش مفرحنا عندنا في المعارض حتى الجهويه مش معارض تاع قبل وخاصه في المكتبات تكاد تكون ما عندناش مكتبات معناها اللي ولات مختصه 100% في الكتاب الثقافي تو المكتبات كان ما يحطش معاه شويه معناها قرطاسيه باش ينجم يعيش وكان يسكر ما عادش فما التونسي اللي يجيك الملهوف ويتبع لك ما صدر اخيرا الكتاب نتاع ويبحث لك على حتى اما يا سيدي انا ما نخليش القارئ العام ناخذ حتى انه القراء اللي من المفروض الكتب المبرمجه والمقرره المفروض انه يدور وزاره التربيه وحتى وزاره التعليم العالي او معناها الوزارات لازم تدورهم انه في اعتماد بعض الكتب الثقافيه في المطالعه اعتماد كتب المطالعه ما عادش عندنا يجينا معناها القصة يجيك حتى بها المعلم لأربعة ل 30 ل 40 تلميذ ولا كتاب معين توت المر ولا ما نسمي
مهما نوع والعناوين عديده. حاسب استاذ العربيه في سنه 7 او سنه 8 هذه معناها اصبحت مش موجوده مع سعدنا معناها واضح حتى انت معناها ولا نعم تفضل باهي. تاكيدا فقط لكلامك، ربما قلت لنا انه تونس تحتل مراتب جيده في فيما يتعلق بالنشر. مؤخرا الاتحاد الدولي للناشرين كان قدم قائمه سنويه لاكثر دول نشرا للكتب في العالم، وين احتلت تونس او كانت الدوله العربيه الوحيده في القائمه هذه بنشر اكثر من 3100 كتاب سنويا. انا نحب نرجع على نقطه انه قلت انه دور الاولياء او ربما يعني نحملوا مسؤوليه للقارئ في انه ما يقبلش على الكتب، ولكن اكيد المسؤوليه هذه يعني معناتها تتشاركها عديد الاطراف الاخرى، عديد الوزارات، لازم تكون استراتيجيه الدوله ربما باش معناتها نسترجعوا المكانه نتاع الكتب والقراءه والمطالعه في تونس. سي الحبيب العرقوبي بارك الله فيك، نقطه مهمه برشا ومشكور على اثارتك النقطه هذه بالذات. من المسؤول عن غياب القارئ، ومن المسؤول عن هذه العلاقه بين القارئ والكتاب والنشر؟ يعني الحقيقة هي مسؤولية جماعية. أنا توا نبقى فيها الأخير، يمكن نبقى يعني صيحة تزعل الولي الأولياء للقارئ معناها نفسه، ولكن أنا في غيابها الإرادة السياسية مع كامل احتراماتي أنه في علاقتها بالكتاب، نقول إرادة سياسية، نقول وزارة التربية اللي مادة المطالعة كانت مادة ممتحنة. وأنا وقرزون بحاحت وإحنا نقولوا معناها توا من سنوات وزارة التربية رجعها، راهي مادة ممتحنة، مادة مهمة، نحبوا مادة معناها المطالعة ترجع كما كانت قبل، خل ترجع في وسط المواد، يطلبها المعلم، لأنه احنا ولا الولي معناها بالنسبة له علاقته معناها احنا يعني فما حاجة مهمة برشا جربناها، سلطة المعلم. لو يقع كيفية استثمار سلطة المعلم عند الأولياء وعند التلاميذ سيعود الكتاب وسنعود بالقارئ إلى نهر المعارف، ونعود بالتلاميذ الى المطالعه. معناها لو يقع استثمار، لانه المعلم كيف يقول التلميذ، انا احيانا يجيني من زغوان من وانا في تونس العاصمه، يجيني من بيزم يبحث على قصه على خاطر المعلم طلبك القصه هذيك. لهنا نشوفوا مدى قوه هذه السلطه، سلطه المعلم اللي هي تخلي الولي يبحث. لو كان المعلم ما يطلبش تقعد ذاك الماده هذيك داخله في التواصل القرائي مع ماده المطالعه، وما عادش حتى عنده بها علاقه، لانه اصبحنا اليوم علاقتنا بين الاولياء والتلاميذ والمعلمين شنو طلب المعلم؟ ما طلبش المعلم الكتاب ما نقراهوش، ما حطوش المعلم في القصه ما نقراهوش. وهكا علاش بدات تغيب، بدات تنقرض معنى الغياب حتى في المكتبات العموميه. راهو اليوم كيف نمشيو للمكتبه العموميه اللي احنا وزاره الثقافه معناها نطلب منها بكل لطف اعاده تفعيل المكتبات العموميه، لان يعني المكتبات العموميه معناها كانت قبل لها دور كبير وكبير جدا في النهوض بالقراءة وبالكتاب وبعلاقة القارئ بالكتاب. واضح. اليوم نشوف في المكتبة العمومية نحن كمهنيين بالدور وزارة الثقافة قايمة بدور كبير، تشري في الكتب كل عام، تبذل في مجهود، ولكن حتى وزارة الثقافة عملت عديد المشاريع. بيتنا تقاسيم، أيام المطالعة العمومية، يعني مشاريع كبيرة وكبيرة جدا في المطالعة وصرف فيها برشا فلوس، ولكن النتائج معناها غير، معناها النتائج غير جيدة، ما فماش نتائج، مسلمة حق، ما رجعناش للقارئ. هو هدفنا اليوم هو صناعة قارئ، كيف نصنع قارئ للكتاب. هذا المطلوب. نقطة مهمة. وهذا دور الناس الكل، ماهيش وزارة الثقافة فقط، لكن دور وزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة التعليم العالي، لازم كلنا مع بعضنا باش ننقذوا الكتاب ونقذوا القارئ والعقل التونسي. باهي، نقطة مهمة أو أخيرة ربما نطرقوا لها سي الحبيب العرقوبي، اللي هي كيفاش باش نوصلوا للقارئ هذايا اللي ما عادش يعتمد ربما الكتاب الورقي ولا يعتمد أكثر على الوسائط الإلكترونية، معناتها ربما خير أنه يقرأ الكتاب في بي دي إف أو يسمعه في بودكاست ولا غيره، كيفاش احنا نوصلوا إلكترونيا ولا الوسائط اللي يعتمدها الشباب باش نوصلوا له الكتاب هذا باختصار؟ شوف أنا أعطيتك مثال بسيط، أعطيتك احنا معناها ثم يعني لو كان نعرف كيف نستثمر سلطة المعلم عند الأطفال وعند الأولياء ونتعاون مع المعلم ونعيد هيكلة ولا توظيف ولا علاقة الإدارة العامة، الإدارة العامة بوزارة الثقافة في علاقتها بالمكتبات العمومية، والإدارة العامة للكتاب معناها في علاقتها بالكتاب، معناها ويكون فما معناها يعني مع بعضنا الناس كل المهنيين، اتحاد الناشرين التونسيين، اتحاد الكتاب، الجمعيات والمنظمات التي تعتني بالكتاب والمطالعة، وزارة التربية، وزارة المرأة، مع بعضنا ونعمل خطة جديدة
للعود بالقراءة إلى الكتاب. واضح. راهو العملية بسيطة جدا. راهو لا التونسي راهو بالنهاية راهو مع كامل يعني ماهوش بالعكس التواصل الاجتماعي والكتب الإلكترونية هي تكمل كتاب الموطرة والكتاب الورقي. واضح. ولكن معناه احنا العملية في معناه إعادة توظيف معناه نعاود اللوج والمشكلة إعادة توظيف هالكتاب وهالمطالع وعلاقة التونسي بالكتاب. واضح. لأنه التونسي يقرأ أحيانا إذا كان كتاب تخدم له خدمة معناها في وسائل التواصل الاجتماعي في الأعلام وتخدم له خدمة معناها جيدة تسويق الكتاب يبيع الكتاب. واضح واضح. إذن سي الحبيب العرقوبي الناطق الرسمي والمكلف بالإعلام والاتصال باتحاد الناشرين التونسيين، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. إذن أسامة تحدث على أهمية أو دور ربما ما يقتصرش فقط على القارئ وإنما الجميع مسؤول، مختلف الأطراف، الأولياء، الوزارات، لازم تكون رؤية الدولة واستراتيجية وطنية باش نعاودوا نسترجعوا المكانة متاع الكتاب في تونس. مسؤولية جماعية قوي فيها، لكن كل واحد يتحملها بالقدر متاعه وبالقدر متاعه في التدخل في المجال هذا. القارئ ولا المواطن بصفة عامة عنده مسؤولية، الإدارة التربوية عنده مسؤولية، الدولة عندها مسؤولية، القطاع الخاص عنده مسؤولية، الناشرين عندهم مسؤولية، الكتاب عندهم مسؤولية، كل واحد عنده جزء من المسؤولية، ما هيش بقدر متساوي، خلينا نكون زادة واضحين، كل واحد عنده القدر متاعه لحد الربح متاعه من الكتاب. خلينا نقول وراه فما شكون الكتاب يربح منه ماديا، فما شكون يربح منه معرفيا، فما شكون يربح منه على مستوى التربية الاجتماعية، معناتها كل واحد عنده جزء من المسؤولية نتقاسموها. لكن الأكيد اليوم وأنه الكتاب في تونس ما هوش مشكل على مستوى الإنتاج، على حسب الأرقام اللي قدمها سي حبيب واللي كنت نسمع فيها ما فماش مشكل على مستوى إنتاج الكتاب وإنتاج المعرفة في تونس. ما شاء الله عدد كبير من الكتب تصدر سنويا، محتوى راقي وراقي جدا لكل الفئات الاجتماعية، لكل الفئات العمرية. يبقى الإشكال في تسويق الكتاب وإيصاله إلى التونسي اللي تقريبا الهاتف الجوال وما تقدمه واقع التواصل الاجتماعي خذلوا برشا من وقته وبعده شوية على الكتاب، على الرغم من أنه مازلنا نشوفه في مظاهر مطالعة مهمة. أو اليوم كيف تطلع في وسائل نقل عمومية معناتها تلقى توينسا اللي مازالوا يشدوا كتاب يقرأوه يضيعوا به الوقت يتعلموا منه بلوتو يربحوا المعرفة ويضيعوا الوقت. خلينا نقوله اليوم توينسا في قاعات الانتظار في الإدارات العمومية تلقاهم شادين كتاب وقاعدين يقرأوا، هذه مظاهر مهمة نبارتاجيوه. أنا أهم حاجة دي ما نقولها في مسألة المعرفة هذه ومسألة المطالعة عم برتجيها المظاهر هذه، ما نطلعوش وحدنا، علاش ليه كيف نرى عنوان عند شخص في قطار ولا في حافلة ولا في قاعة انتظار ولا غيره، ونجم نسأل على العنوان ونجم ناخذ الكتاب ونجم نشدناه، وهذا مهم جدا باش نبرتجيه هالفكر هذه متاع المطالعة. شكرا لك وعد السلمي، يعطيك صحة لاختيار هذا الموضوع المهم والمهم جدا، علاقة التونسي بالكتاب. كان هذا ميكرو تروتوار لليوم، فاصل قصير، عودة بعد شوية في الرادار باش نحكيه على مهنيو التجميل ومخاطر استعمال منتجات فرد الشعر، بالتفاصيل مع سي باسم دريرة رئيس الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل التابعة للجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسة الصغرى والمتوسطة، بعد فاصل قصير في الشارع التونسي.